احمد الترتيل لتشيلسي بعد المحاوله الرائعه. اعتقد بان الكره ضربت في ديمبابا بعد المحاوله من ايدن هازار الذي توغل على الجهه اليسرى وسدد ناحيه المرمى. تشيلسي يفتح مجال التسجيل في الدقيقه السادسه من انطلاقه المباراه وتكلل كل مجهوداته وضغطه لحد الان. الكره من لامبار الى الكره هذه عن طريق اوسكار يمر ناحيه ايدن هازار. توغل ايدن هازار فتح رجله اليمنى سددها ضربت في المدافع ودخلت. ليس ديمبابا ولكن ايدن هازار كورتو ضربت في المدافع وزانوفيتش من هناك على الجهه اليمنى يواصل في التغطيه. المراوغه ممتازه والتوغل من هناك على الجهه اليسرى. الكره صعبه لاستون فيلا خطيره الى الكره هذه. اوبا 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 والهدف. جول كريستيان بنتيكي يستلم باليمنى ويسدد باليسرى. اين انت يا برانيسلاف ايفانوفيتش؟ كم كانت المراوغه سهله وممتازه عن طريق جابريال اكبر. شوف مره ثانيه الخطا ثقل المدافع من هناك السربي برانيسلاف ايفانوفيتش والمراوغه والتوغل. لمسه واحده لقطه واحده تسديده واحده وهدف اول لاستون فيلا. هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من امر المباراه يجعلها كريستيان بنتيكي يسجل الهدف الاول وهدف التعادل لاستون فيلا في زاويه مغلقه. هدف. اين انت يا برانيسلاف ايفانوفيتش؟ كم كانت المراوغه سهله وممتازه عن طريق جابريال اكبر. شوف مره ثانيه الخطا ثقل المدافع من هناك السربي برانيسلاف ايفانوفيتش والمراوغه والتوغل. لمسه واحده لقطه واحده تسديده واحده وهدف اول لاستون فيلا. هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من امر المباراه يجعلها كريستيان بنتيكي يسجل الهدف الاول وهدف التعادل لاستون فيلا في زاويه مغلقه. هدف. كرة تلفت من فرقة صعبة خطيرة الهدف. جول جول برانيسلاف ايفانوفيتش السربي يسجل الهدف الثاني لتشيلسي. له من هدف بكل قوة وكل إرادة وكل عزيمة. تشيلسي يتمكن من كرة ثانية.